مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 6 اليونت الخامس الدرس السادس. عنوان الدرس 4 Countries بلدان 4 Part B الجزء الثاني. احنا وضحنا بالدرس السابق انه البلدان الأربعة او هذه قطعة البلدان الأربعة قطعة مطلوبة بالامتحان، وقلنا انه بالكتاب الجديد قسموا البلدان الأربعة على درسين. أخذنا الجزء الأول اللي هي إنديا وعمان بالدرس السابق، واليوم راح نأخذ إن شاء الله جابان وفرنسا. هذه مثل ما وضحنا قطعة مطلوبة بالامتحان، لازم تحفظ كل بلد شنو الحقائق مالته، عدد سكانه، شي يزرعون شي يصنعون إلى آخره، مثل ما وضحنا بالدرس السابق. فنبدأ بقراءة القطعة عن جابان هالمرة. اليابان يقول لك جابان is not very big country، اليابان هو ليس بلد كبير جدا. إذن أول معلومة أستخرجها إنه السايز، شنو السايز قلنا بالدرس السابق؟ الحجم، شو يعتبر حجم اليابان؟ not very big، ليس كبير جدا. هذه أول معلومة نستخرجها. وراها شو يقول لي؟ يقول لي but it has large population، لكن تعدادها السكاني كبير جدا أو كبير. إذن ثانياً إحنا عرفنا إنه كلمة population، خاف ما حافظها لحد الآن، حاول تحفظها في هذا الدرس لأنها مهمة جداً. population التعداد السكاني، قال لي large population، تعداد سكاني كبير. large هي نفس كلمة big، اثنين معناها كبير. وراها industry، أسألك إلك، أخذنا industry بالدرس السابق، شنو معنى كلمة industry؟ الصناعة. is very important، جدا مهمة. Japan make cars, computers and all kinds of things for home. شوف هنا أنا شي يقول لي، يقول لي من ناحية الثالثة انتبه وياي industry، من ناحية الصناعة شي صنعون؟ they make، كاتب لي they make، قلنا شنو معنى make؟ make معناها تصنع. اليابان تصنع الكارز السيارات، computers الحواسيب، وبعد شي يقول لي، شوف هنا شي يقول لي، يقول لي and all kinds of the things for home، وجميع الأشياء المتعلقة بالبيت، الأشياء البيتية. وراها يقول لي the farmers grow rice and vegetables. ركز وياي، احنا قلنا شنو معنى كلمة grow؟ رابعا grow، شنو معنى كلمة grow؟ grow معناها يزرع. زين شي يزرعون هم؟ كاتب لي the farmers grow rice، الرز and vegetables والخضروات. إذن أقول له rice and vegetables، الرز والخضروات. إذن ركز وياي طلاب، لحد الآن حفظنا ثلاث معلومات. من حيث الكبر، إيش تعتبر اليابان؟ not very big، ليست كبيرة. من حيث population، تعداد السكان، إيش تعتبر اليابان؟ تقول it has large population، فيها تعداد سكاني كبير. زين ومن ناحية الزراعة، what do they grow؟ ماذا يزرعون؟ راح تقول له rice and vegetables، الرز والخضروات. زين what do they make؟ ماذا يصنعون؟ أو من الممكن يقول لي what do they produce؟ ماذا ينتجون؟ شو ينتجون أو شنو الإنتاج مالتهم؟ cars السيارات، computers الحواسيب، and all kinds of things for home، وجميع الأشياء المتعلقة بالبيت. وراها يقول لي Japan is interesting أو is very interesting for the visitor، اليابان ممتعة مثيرة بالنسبة للسائحين أو الزوار. they can see all temples، ذول السواح اللي يجوها يشوفون أو وين يروحون الأماكن السياحية مالتهم؟ بالall temples، المعابد القديمة، and beautiful gardens، والحدائق الجميلة. they can also go shopping، وكذلك يمكنهم الذهاب للتسوق in big modern stores، في محلات كبيرة جديدة عملاقة. إذن هذا ما يخص اليابان، حاول تحفظ وياي، أعيد المعلومات بشكل سريع. إذا سألك الأستاذ بداخل الصف أو جاب لك إياها بالامتحان التحريري، قال لي how big is Japan، إيش قد كبر اليابان، أو what is the size of Japan، ما هو كبر اليابان، ما هو حجم اليابان، تقول له Japan is not very big، اليابان ليست كبيرة. زين من حيث ال population التعداد السكاني، يقول لي how many people live there، كم عدد الناس الذين يعيشون هناك، تقول له it has large population، فيها تعداد سكاني كبير. إذا سألني قال لي what do they grow، ماذا يزرعون، تقول له they grow rice and vegetables، يزرعون الرز والخضروات. والأخيرة what do they make، ماذا يصنعون،
أو what do they produce؟ ماذا ينتجون؟ cars، السيارات، and computers، والحواسيب. هسه الآن ركزوا وياي، انتقل إلى القطعة الثانية أو البلد الثاني اللي هو شنو؟ فرنسا. شو يقول لي؟ يقول لي France is a big country. فرنسا هو بلد كبير. إذا من حيث السايز، نرجع كم مثال هم نفس الطريقة، ناخذ السايز الحجم، التعداد السكاني، الزراعة إلى آخره. من حيث السايز، التعداد السكاني، إيش تعتبر؟ big country، هو بلد كبير. وراها شو يقول لي؟ يقول لي but the population is quite small. لكن ال population، إحنا أعيد وأكرر، شنو معنى كلمة population؟ population معناها تعداد سكاني. كيف يكون التعداد السكاني؟ إيش قد حجمها؟ تقول is quite small، بعض الشيء صغير. quite small، بعض الشيء صغير. وراها شيء يقول لي industry and agriculture أوقف. تذكرون كلمة agriculture؟ شرحناها ووضحناها في الدرس السابق. agriculture الزراعة، نفس كلمة grow يزرع. زين، industry الصناعة، agriculture الزراعة، are both important. كلا الزراعة والصناعة important، مهمة. they make cars and planes. انتبهوا وياي، الفرنسا ايش تصنع؟ they make شنو معنى make؟ يصنع. تقدرون تقولون industry، تقدرون تقولون produce، سيصنع. الصناعة انتاجها، تنتج. ايش تنتج؟ they make cars، السيارات، and planes، والطائرات. جيد، لحد الان هم حفظنا هذه. and grow، شنو grow؟ يزرعون. شي يزرعون؟ احفظوا وياي، they grow أو the farmers grow a lot of fruit and vegetables. الفواكه، fruit and vegetables، والخضروات. بعد شوي راح يسألني بكتاب النشاط عن الإنتاج والصناعة والزراعة مال كل من فرنسا واليابان، فحاولوا تحفظوا وياي هاي المعلومات، لأن هي أصلاً أهم نتيجة في الامتحان التحريري. France is famous for its shops. فرنسا مشهورة بمحلاتها and restaurants، ومطاعمها. It also has many interesting museums. وكذلك لديها أو فيها الكثير من المتاحف المثيرة. And all buildings، والبنايات القديمة. Some people say، بعض الناس يقولون، that France is most beautiful country in Europe. بعض الناس شو تقول؟ تقول إن فرنسا هو أجمل بلد في أوروبا. إذن أخذنا قطعة فرنسا، أخذنا قطعة اليابان، استخرجنا المعلومات مالتهم، حاولوا تحفظوهن. ليش؟ لأن الأستاذ أولاً راح يسألك داخل الصف كتحضير يومي عن المعلومات ذني، عن حقائق كل بلد من ذني البلدين. ثانياً أن مهمات ذني الحقائق بالامتحان التحريري إذا جاك السؤال المخصص لقطع الكتاب. فسننتقل لكتاب النشاط كالعادة، مثل قبل ما أبدأ بحل هذا التمرين، هذا التمرين مهم جداً 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 بالامتحان التحريري. بس مثل ما وضحنا بالدرس السابق، ما يجيك على شكل جدول، يجيك على شكل أسئلة. يقول لي what is the size of Japan؟ ما هو حجم اليابان مثلا؟ أو what is the size of France؟ ما هو حجم فرنسا؟ what is the size of population of Japan؟ ما هو حجم التعداد السكاني لليابان وكذلك فرنسا؟ what do they grow؟ ماذا يزرعون in Japan أو in France؟ فهنا ما يجيك على شكل جدول بالامتحان التحريري، يجيك على شكل سؤال وجواب. وهم أن كذلك وضحنا أنه إذا أنت حفظتهن على شكل سؤال وجواب راح يصيرن عليك هواي، لكن إذا حفظتهن على شكل جدولين، هذا جدول والجدول اللي أخذناه بالدرس السابق، راح يكون الموضوع عليك أسهل على شكل حقائق أفضل. هسه شو يقول لي؟ يقول لي size of the country، حجم البلد. بالنسبة لليابان حجمها كبير صغير؟ إذا نسيتوا رجعوا لليابان، هذا اليابان من ناحية السايز not very big، ليست كبيرة، لكن التعداد السكاني large كبير. إذا أقول له not very big، أرجع أجاوبه not very big، ليست كبيرة جدا. زين، بالpopulation التعداد السكاني أقول له large. زين، خلنا نجي نحل مال فرنسا. فرنسا تعتبر كبير، بلد كبير. نعم، ذكرنا إنه فرنسا big country، بلد كبير، بس التعداد السكاني مالتها شنو؟ small، quite small. إذا أقول له big country، بلد كبير، but a quite small population، لكن التعداد السكاني بعض الشيء صغير. وراها what do they grow، ماذا يزرعون؟ أجي أول شيء عليهم على اليابان، خاف نسيته أن اليابان تزرع الرز والخضروات. نرجع على اليابان، rice and vegetables، الرز والخضروات. زين، وفرنسا تزرع؟
fruit and vegetables. And then rice and vegetables باليابان, rice and vegetables. الرز والخضروات بينما فرنسا يزرعون fruit and vegetables. فواكه وخضروات. زين, what do they make or what do they produce? شنو إنتاجهم؟ ماذا يصنعون؟ ماذا ينتجون؟ نجي من ناحية الاندستري, الصناعة باليابان شو يصنعون؟ ذكرنا إنه باليابان يصنعون الكمبيوترز, الحواسيب والكارز, السيارات. إذا نقول له cars and computers, الحواسيب والسيارات. زين, بفرنسا شو يصنعون؟ ذكرنا إنه فرنسا يصنعون cars, السيارات and planes, والطائرات. هذا الجدول كنا مهم جدا, بس كنا ما يجيك بهاي الطريقة, وإنما يجيك على شكل أسئلة صريحة يقول لك what do they grow, what do they produce, what do they make, what is the size of population إلى آخره. لازم أنت تعرف كل المعلومات المتعلقة بكل بلد. مثل ما وضحنا أنه هذه قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري. الآن يلا انتهينا منها, يعني هذه القطعة شوية مطولة, أخذناها بالدرس السابق جزء اللي هي جزء الخاص بعمان وإنديا, وبهذا الدرس أخذنا جزء اللي هي جابان وفرنسا. ننتقل إلى تمرير رقم 2, use your notes from exercise 8. نفس الطريقة البارحة من حلينا التمرين, يقول لك أنت موسى حاليا أكملت الجدول أو مليت المعلومات الخاصة بالجدول. زين, شنو رأيك إنه أنت تسوي لي إياه على شكل مقطع نصي؟ يعني هذا يريد يخليك تحفظ أكثر, خاف أنت لحد الآن ما حافظ. يقول لك أنت بعدك ما حافظ المعلومات, حاول إنه تعصر دماغك وتطلع المعلومات اللي استخرجتها من ذن النصوص. يعني الأستاذ راح يقول لك بداخل الصف close your books, سد الكتاب, what do you know about Japan, شو تعرف أنت عن اليابان. فأنت تبدي تحل على أساس المعلومات اللي حفظتها. وبالبداية مطلع تلميح, Japan is very big, اليابان بلد كبير, and it has large population, وفيها تعداد سكاني كبير. شنو المعلومات اللي بعد حفظتها عن اليابان؟ أجي أقول لهم they grow, هم يزرعون, شي يزرعون قلنا باليابان, باليابان يزرعون رايس, الرز and vegetables, والخضروات. زين, شي يصنعون؟ أقول له they make, هم يصنعون, شي يصنعون cars, السيارات and computers, والحواسيب. بعد أكو شغلة لا تتذكروها, and all kinds of things, وجميع الأشياء for home, جميع الأشياء المتعلقة للبيت. تقدر تكمل بعد, تقدر تقول إن السواح اللي يجون اليابان يشوفون the old temples, المعابد القديمة, they go shopping, يذهبون للتسوق, عندهم مناظر طبيعية خلابة إلى آخره. هسه هذا المقطع النص المتعلق باليابان. قال لك زين, ايش تتذكر عن فرنسا؟ ايش اقول له؟ اقول له France is a big country, فرنسا هو بلد كبير, but it has quite small population, لكن التعداد السكاني مالتها صغير بعض الشيء. What do they grow, شي يزرعون؟ they grow fruit and vegetables, إلى آخره. يزرعون الفواكه والخضروات. ماذا ينتجون؟ they make cars, planes, يصنعون الطائرات, السيارات, إلى آخره. هذا مجرد نشاط صفي. ليش؟ لأن ده يريد يخليك تحفظ أكثر المعلومات اللي أخذناها عن القطع. فأنت أثناء شرح الأستاذ لما يشرح هاي القطعتين ركز وياه, احفظ المعلومات, احفظ اكبر قدر من المعلومات اللي يشرحها بداخل الصف عند البلديه. وراها راح تشوف انه راح يسالك اكثر من مره بداخل الصف, راح يطلب من عندك تسوي مقطع نص مثل ما هذا التمرين الى اخره. كل هذا على مود تعرف الحقائق المتعلقه بكل بلد. الان ننتقل الى تمرين رقم 3, complete the table, اكمل الجدول. شوف هنا ايش منطيني, انتبه وياي الطلاب, من يتذكر منطيني بالبدايه شنو؟ cold, بارد, colder, أبرد, coldest, الأبرد. أسألك إلك كطالب سؤال, قلت لك الدرس السابق عرفنا شنو يعني ER وعرفنا شنو يعني EST. تقدر تقول لي شنو يعني ER وشنو يعني EST؟ أنا لما أضيف ER للصفة شو تصير؟ تصير صفة مقارنة, هذا أخذناها بالدرس السابق. زين, من أضيف EST شو تصير؟ تصير صفة مفاولة, أخذناها بالدرس السابق.
قلنا إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد شو نضيف لها؟ نضيف لها عند المقارنة وEST عند المفاضلة. زين أسألك سؤال آخر، إذا كانت الصفة أكثر من مقطع، يعني حسبت طلعت مقطعين أو ثلاث مقاطع، شو نضيف لها عند المقارنة؟ نضيف لها more. شو نضيف لها عند المفاضلة؟ نضيف لها most، وهكذا. ولا تنسون الصفات الشاذة كذلك اللي أخذناها بالدرس السابق. هسه ايش قال لي؟ قال لي warm. شوفوا كم مقطع استاذ، مقطع صوتي واحد، الاي محصور بين صحيحين، اذا انا مقطع صوتي واحد عند المقارنه شو اضيف لها؟ هذه الوارم اضيف لها عند المفاضله اضيف لها استي، هذه الوارم اضيف لها استي. وارم دافئ، وارمر ادفئ، وارمست الاكثر دفئا، سمول صغير هم مقطع صوتي واحد، يصير سمولر سمولست، سمولر اصغر، سمولست الاصغر، بيك كبير. شوف هنا طلاب بيك كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد، شو يضيف لها؟ يضيف لها لكن انتبهت على شغله، شو مسوي؟ مضاعف الحرف الجي. ليش مضاعف حرف الجي؟ قلنا اذا كانت الصفه من صحيح واحد او تنتهي بصحيح واحد قبل عله واحد نضاعف الحرف الاخير ونضيف نضاعف الحرف الاخير ونضيف اس بنفس الطريقه. زين هوت نفس الطريقه، انتهت بصحيح قبل عله نضاعف الحرف الاخير ونضيف نضاعف الحرف الاخير ونضيف est. هوت حار، هوتر اكثر حراره، هوتست الاكثر حراره. وات نفس الطريقه، صحيح قبل عله نضاعف الحرف الاخير اللي هو يا حرف حرف تي ونضيف نضاعف الحرف الاخير اللي هو يا حرف حرف تي ونضيف est. وات رطب، وتر اكثر رطوبه، وتست الاكثر رطوبه. وكذلك كنا اذا انتهت ب فقط شو اضيف لها عند المقارنه؟ بس اضيف لها لا استاذ الاي موجوده اصلا، فقط اضيف لها زين اضيف لها است، لا استاذ الاي موجوده فقط اضيف لها است. زين دراي، شوف ان انا انتهت بواي، تقلب الواي الى اي ونضيف تقلب الواي الى اي ونضيف است. دراي جاف، دراي الاكثر جفافا، درايست الاكثر جفافا، سني تقلب الواي الى اي، هذه السني تقلب الواي الى اي ونضيف تقلب الواي الى اي ونضيف است. سني مشمس، سنير مشمس اكثر الى اخره. راني ريني كذلك انتهت بواي، تقلب الواي الى اي ونضيف ريني تقلب الواي الى اي ونضيف تقلب الواي الى اي ونضيف است، وهكذا. هذا الجدول للحفظ املاء ومعنى، هذا الجدول للحفظ املاء ومعنى. املاء استاذ ايش قلت لي املاء؟ كالعاده متعودين كل شوي اخذنا ملاحظات او صيغ ممكن تجينا بالامتحان، مثلا جاب لي بالامتحان ايش قال لي؟ قال لي سمول صارت سمولر. انتبه للمثال دائما، انا اقول لك انتبه للمثال، ايش ضاف له؟ ضاف له اذا شو يريد من عندي؟ يريد من عندي مقارنه. اذا لما يقول لي على سبيل المثال ريني، ايش تسوي انت؟ تقلبها الى مقارنه، شو تضيف لها؟ تضيف لها شوف طالك وياي ريني صحيح هذا الكلام؟ لا استاذ خطا. ليش خطا؟ لازم تقلب الواي الى اي ونضيف عافيه بطل، هيك اريدك. انتبه للملاحظات، اذا انتهت بواي تقلب الواي الى اي، اذا انتهت باي فقط نضيف اذا انتهت بصحيح قبل عله نضاعف، يلا نضيف الاضافه مالتنا. بس ايش قال لي؟ قال لي انا ضفت لك لنفترض جاب لي اياها، قال لي سمول صارت سمولست، ايش ضاف لها؟ ضاف لها est. فانت لازم بالمثال اللي يعطيك اياه لازم تحولها الى صفه مفاضله، لان ضاف لها est يعني صفه مفاضله. فمثلا على سبيل المثال قال لي هوت، هذه الهوت سوي لي اياها كذلك مثل ما انا سويتها، شنو؟ صفه مفاضله باعوا علي، هذه هوتست، صحيح هذا الكلام؟ لا استاذ خطا. ليش؟ لان لازم شنو؟ تضاعف الحرف الاخير وتضيف est. ليش تضاعف الحرف الاخير؟ لان انتهت بصحيح قبل عله مثل ما شرحناه بشكل مفصل بالدرس السابق. اذا هذا كذلك تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. الان نجي على تمرين رقم 4. طلاب ركزوا وياي الان شويه، شو يقول لي تمرين رقم 4؟ يقول لي ask and answer، اسال واجب. شوف ان انا هاي العلامه تدل على انه الاستاذ راح ياخذ طلاب اثنين او يختار طلاب اثنين، واحد يسال وواحد يجاوب، محادثه داخل الصف. يعني شنو اللي اسال عنه وشنو اللي اجاوب عنه؟ هنا أنا مبطيني بلد جديد اللي هو شنو؟ أمان ويابان وإنديا وفرنسا، هي نفسية البلدان اللي أخذناها في الدرس السابق. إيش قال لي؟ قال لي أنا مبطيك الـ population، شنو population؟ تعداد سكاني.
مال عمان اليابان وانديا وفرنسا. هذا 5 مليون، هذا 126 مليون، هذا مليار و 300 مليون، وهذا 67 مليون. وهالنوع مش قاعد اريا سكوير كيلومترز، الحجم بالكيلومترات، هذا 300 ألف كيلومتر، هذا 370 إلى آخره، منطيني كل المعلومات. هاي التمبرتشر، درجة الحرارة 35 درجة مئوية، 25 30 20. شو يقول لي؟ يقول لي اسأل وجاوب. زين، شنو اللي أسأل عنه وشنو اللي أجاوب عنه؟ شوف إذا أنا إيش قال لي. قال لي which country is bigger، عمان or Japan؟ الطالب الأول شو يسوي؟ يسأل الطالب الآخر، يقول له يا بلد أكبر، جابان أو عمان، اليابان أم العمان؟ فهنا يروح يباوع على الجدول، هذه عمان وهذه اليابان، المساحة يا الأكبر، يقول له جابان. بس هنا ده يقارن بين جابان وعمان، ده يقارن لي بين اليابان وعمان. شلون أقارن؟ أخذناها بالدرس السابق. أقول له جابان is bigger than عمان، اليابان أكبر من عمان. قال لك زين، which has more population، يا هو اللي عنده تعداد سكاني أكبر. مثلا على سبيل المثال جابان أو إنديا، أروح أشوف population، تعداد سكاني، أكيد الهند. إيش أقول له؟ أقول له إنديا has more population than جابان، إنديا الهند لديها تعداد سكاني أكبر من اليابان. إذن هذا السؤال والجواب اللي راح يمثلوه طلاب داخل الصف، أو من الممكن أن أنا سويت مقارنة، أنا أسوي مفاضلة، أقول له which is the biggest country، يا هو أكبر بلد من بين البلدان كلها. أبدأ أفضل شخص على مجموعة أشخاص أو شيء على مجموعة أشياء، أستخدم أسلوب المفاضلة. فيا هو أكبر بلد من حيث المساحة، يا هو الأكبر بلد الهند. فش أقول له؟ أقول له إنديا is the biggest country، إنديا هو البلد الأكبر من بين البلدان اللي أنت مطيني إياها. زين، أقول له which has the highest degree أو highest temperature degree، يا هو أعلى أكبر درجة حرارة. أقول له عمان، عمان has the most أو highest temperature degree، عمان فيها أكبر درجة حرارة من بين البلدان اللي مطينيها. إذن هذا مجرد نشاط صفي، يختار الأستاذ طلاب اثنين، طالب يسأل وطالب يجاوب باستخدام أسلوب المقارنة والمفاضلة اللي شرحناه بالدرس السابق. نحن نفس الطريقة مرة ثانية. شو يقول لي؟ يقول لك أنا منطيك خريطة العراق ومنطيك خريطة إنجلترا ومنطيك بعض المعلومات اللي هي شنو هي المعلومات؟ معلومات متعلقة بالتعداد السكاني، درجة الحرارة والمساحة. تعداد السكاني، درجة الحرارة والمساحة. شو يقول لي؟ بالك وياي. إيش قد تعداد السكان مال العراق؟ 39 مليون. إيش قد تعداد السكاني مال إنجلترا؟ 56. أحفظ هذا أو العراق أدى تعداد سكاني أقل من إنجلترا. درجة الحرارة 40/22. درجة الحرارة بالعراق أكثر. المساحة هذه 438 ألف، هذه 130 ألف. إذن العراق أكبر من إنجلترا. هسه شو يقول لي؟ يقول لي العراق is hotter than England من حيث درجة الحرارة. العراق شوف طبعاً أرمز درجة الحرارة مطيها علامة الشمس. فأنا أقول لك أنا لما أرد أقارن من حيث درجة الحرارة، العراق إيش يعتبر؟ يعتبر أكثر حرارة من إنجلترا. العراق is hotter than England. زين، أقدر أسوي له جملة ثانية؟ نعم، من حيث درجة الحرارة أقول له England، إنجلترا is colder than Iraq، إنجلترا أبرد من العراق. نفس الفكرة بس استخدمت صفة ثانية. هنا أنا استخدمت hot حرارة أو حار، هنا أنا استخدمت cold بارد. هذا أبرد من هذا، إنجلترا أبرد من العراق والعراق أكثر حرارة من إنجلترا. قال لي زين، من حيث المساحة، شوف هنا أنا العلامة مال المساحة، شنو يا هو الأكبر يا هو الأصغر؟ أقول له إنجلند، إنجلترا، شوفوا مطيني is smaller، إنجلترا أصغر than من منين؟ from Iraq، من العراق. أقدر أنطي جملة ثانية؟ نعم، أقول له Iraq is bigger than England، العراق أكبر من إنجلترا. نفس الفكرة بس استخدمت صفة مغايرة. بعد Iraq سنة بنجي من حيث شنو؟ من حيث التعداد السكاني، من يا هو التعداد السكاني أكبر، قلنا أن العراق أدى 39 وتعداد السكاني مال إنجلترا 56، لأن العراق أدى أقل. العراق has a fewer معناها أقل، fewer population تعداد سكاني أقل، أو أقدر أقول less population أما معناها تعداد سكاني أقل than England، من إنجلترا. وهكذا نفس الفكرة، يريد أقارن بين العراق وإنجلترا. زين، قال لي هالمرة من ناحية شنو؟ من حيث الشمس، مرة ثانية من حيث درجة الحرارة، نفسية الجملة اللي كتبناها قبل شوية.
ياهل أبرد، إنجلترا أبرد. فأقول له England is colder than Iraq. England is colder than Iraq. إنجلترا أبرد من العراق، نفس اللي كتبناها قبل شوية، بس قبل شوية قال العراق، العراق أحر من إنجلترا، إنجلترا أبرد من العراق، نفس الفكرة باستخدام صفة مغايرة. هالمرة قال لي هالمرة من حيث تعداد سكاني مرة أخرى، بس شنو؟ منطيني العراق بالبداية، العراق ايش يعتبر؟ يعتبر أكبر ولا أصغر؟ العراق يعتبر أكبر، فأقول العراق is bigger. شنو bigger؟ أكبر than England. العراق أكبر من إنجلترا. زين، من حيث التعداد السكاني، وكاتب لي إنجلند. الإنجلند شوف أنا التعداد السكاني 56، إذا إنجلترا أكثر. إنجلند has bigger population. التعداد السكاني أكبر than العراق من العراق. إذا إنجلترا لديها تعداد سكاني أكثر من العراق. إذا هذا ما يخص تمرين رقم 5. كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، بس إحنا وضحنا سابقا إن ذلكين وذان بعد الفراغ يقول لي أستخدم صفة المقارنة، وذلكين ذي قبل الفراغ أستخدم صفة المفاضلة. فإذا ترجعون على التمرين شوفوا إن أنا لقينا شنو، مثلا لقينا هنا على سبيل المثال ذان، شو قبلها ايش لقيت؟ لقيت مقارنة، وهكذا ذان قبلها ايش لقيت؟ لقيت مقارنة، وهكذا. هذا مجرد تعزيز للي أخذناه بالدرس السابق، الملاحظات المتعلقة بالمقارنة والمفاضلة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. أخذنا بالجزء الثاني من قطعة بلدان أربعة، ولاحظنا أنه هذا الجزء كان متعلق بفرنسا واليابان، ووضحنا أنه ذلك لازم نحفظ معلوماتهم لأنه مهم جدا بالامتحان التحريري بالسؤال المتعلق بقطع الكتاب. وكذلك أخذنا جدول المقارنة والمفاضلة، وقلنا هذا الجدول يجب حفظه إملاء ومعنى. الملاحظات المتعلقة بهذا الجدول المتعلقة بالمقارنة والمفاضلة شرحناها بالدرس السابق، إذا تبون تشوفون الشرح المفصل، شو وقت نقلب الواي إلى آي، شو وقت نضاف الحرف الأخير، شو وقت نضيف آر، شو وقت نضيف ER، شو وقت نضيف EST، شو وقت نضيف MORE، شو وقت نضيف MOST إلى آخره. كل شرحناها بشكل مفصل بالدرس السابق مع موضوع المقارنة والمفاضلة. حاولوا تسجلون هاي المعلومات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري بسؤال الإملاء، بسؤال القواعد، وبسؤال قطع الكتاب. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او ضابط تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.